الصغيرة والكبيرة، جميعهم يعانون بابتعاده عنهم، ولكن ماذا إن كان مريضا وممنوعا من الزيارة أيضا؟ هذه هي قصة الأسير عماد السراج الذي سنلتقي الآن بذويه في هذه النقطة على الحدود الشرقية لمخيم البريج، حيث يأتون هنا دائما منذ اليوم الأول لمسيرة العودة. سنتحدث معهم الآن عن قصة أسر عماد والحكم الذي حكمت به عليه إسرائيل. ستكون معنا بداية أم طارق وهي شقيقة الأسير. أم طارق، أهلا بك معنا، ولو حدثتينا أو أعطتينا هيك نبذة عن الأسير عماد السراج. عماد السراج كان هو في شغله بالضفة، اعتقلوا الجيش الإسرائيلي هناك في الضفة في رام الله، حكموا عليه حكم مدى الحياة. لحتى الآن عماد قضى في السجن 15 سنة، داخل في 15. نعم، هو انسجن في 2004. احنا إلنا من حوالي 11 سنة ما زرناهوش. أختي اللي في الضفة كانت تزوره، واليهود الاحتلال الإسرائيلي سحبوا تسريحها من حوالي أكم من شهر، ما بنعرف إيش السبب، بس طبعا أكيد تنغيص على الأهالي والأسير، ما بنعرف يعني إيش الأسباب. اليوم هو شقيقك عماد ما في حدا بزوره، وإنتم أهله اللي في غزة مش شايفينه من كم سنة؟ من حوالي 11، زمان إنما شفناه بحكومة حماس، من 2007 إنما زرنا. وأختي اللي في الضفة برضو نفس الشيء، إلها الحين يمكن حوالي 6 شهور أو 5 شهور ما زارته، سحبوا التسريح منها اليهود ومنعوها للزيارة. سألتهم ليش، طبعا ما بيحكوا، أمنيات أمنيات، وإحنا ما علينا أمنيات نهائي. شكرا لك. رح أنتقل الآن بالحديث لخالد السراج وهو شقيق الأسير عماد، هو رح يكلمنا أكثر عن تفاصيل اعتقال والسنوات اللي قضاها عماد في السجن، وانتقالا لمرحلة الإضراب عن الطعام، الإضراب 50 يوم اللي خاضها الأسير عماد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أنا أخو الأسير عماد محمد السراج من مخيم البريج. في قطاع غزة المحكوم مدى الحياة. حقيقة قصة أخي عماد هي قصة مؤلمة جدا، حيث أنه والدته شهيدة وتوفى والده وهو في السجن، وأخوه الأكبر توفى أيضا وهو في السجن، حتى لم يشاركنا أي فرحة من فرحاتنا في أولادنا في أحفادنا في عراسنا في أي مناسبة، لم يكن أخي عماد موجود بيننا، لأن السجون غيبته عنا جسديا ولكن لم تغيبه روحيا. حقيقة أخي عماد بحب أنا يعني أوضح شغلة للمشاهدين اللي بيتفرج علينا، وإذا كان أخي عماد شايفنا، نحن نتواجد هنا في شرق مخيم البريج على حدود قطاع غزة، حدود أرضنا التي سلبت في سنة 48. من هنا أوجه رسالة لأخي عماد، حيث كان يلعب دائما في هذه الحدود، وحيث كان يتسلل دائما إلى داخل، لأنه كان يعشق أرضنا داخل 48، دائما كان يتسلل، وكان يتم القبض عليه ويعتقل ويضرب ويرجع إلى بيته، وكل يوم كان يعود نفس الكرة على هذه الحدود. بحب أطمنك يا عماد أنه ما زلنا نتواجد على هذه الحدود حتى نقرع أبواب السجون داخل سجون الصهاينة ونخرجكم منها بإذن الله تعالى، وهذا عن قريب جدا بإذن الله. نعود في القصة لأخي عماد. أخي عماد محكوم مدى الحياة، تم اعتقاله في الضفة الغربية في منطقة بيت لحم، وكان من قيادات كتاب شهداء الأقصى في بيت لحم، ولله الحمد أنه ربنا ابتلى بالسجن وحكم عليه مدى الحياة. كان في هذه الفترة عماد في السنة الماضية شارك في إضراب الكرامة في شهر رمضان السابق، وللأسف الشديد بعد الإضراب مباشرة فقد النطق، نتيجة الإضراب، لأنه لما عاد بعد الإضراب للطعام كل الالتهابات الداخلية
لأنه هو يعاني من القرحة ارتفعت إلى الأعلى إلى الحنجرة وسببت له التهابات حادة في الأحبال الصوتية ومن خلالها فقد النطق، ولكن ولله الحمد. يعني الكل بيعرف معاناة أهلنا في السجون الإسرائيلية وإخواننا وأبنائنا في السجون الإسرائيلية، مدى معاناتهم من الكيان الصهيوني لعدم تقديم لهم العلاج، قديش في إن شهداء في داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي الإسرائيلي في داخل السجون الإسرائيلية، وقديش في لحتى الآن ما يزالوا يعانون في المستشفيات الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي. ولكن ولله الحمد يعني أخي عماد بلش يعني بلش يسترجع صوته تدريجيا، ولكن ليس كما يرام. الآن أن أعود بالسؤال من حيث بدأت أنت، المكان اللي كان بيجي بيلعب فيه الأسير عماد في فترة ما كان بينكم، يمكن هاي المرحلة تكلمني عنها أم طارق بحكم أنه، أو احكي لنا بشكل عام عن آخر الذكريات اللي جمعتكم أنت وشقيقك عماد. هي آخر الذكريات قبل ما يطلع على الضفة، بس لا أذكر شيء لأني أنا ما كنتش موجودة هين. يعني الأيام اللي مضت كلها في الانتفاضة الأولى أخي أبو أسامة هو اللي كان يشاهد ويعرف عنه كل إشي، لكن هو اليوم محكوم مدى الحياة، وهذا الحكم معناته أنه ما زال ما دام يتنفس فهو سيبقى خلف القضبان. أنت شايفة أنه هذا الحكم هل معناه صار حتمي أنه أنتم ما رح تشوفوه أبدا في حياتكم؟ لا طبعا غير أكيد. إن شاء الله ربنا بيفرجها عليهم يا رب، إن شاء الله بنشوفهم عن قريب بإذن الله. إيش برأيك السيناريو الممكن فيه ترجع تشوفي أخوك؟ إيش القصة اللي ممكن تصير وهيك تصير ترجع تشوفي؟ إن شاء الله هي صفقة الأحرار، إن شاء الله كمان صفقة بتصير. إن شاء الله يا رب بيكون عماد يعني من ضمن الأسماء اللي بتنحط على القائمة، بيكون هو منهم بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله على ارضنا. طب انا اتكلم مع مين من الاطفال، خلينا نسالهم اذا هم حابين. غنى خذي حبيبتي المايك، اول شيء قولي لنا شو اسمك. غنى. ايش اسمك؟ علي صوتك. غنى خالد السراج. طب يا غنى اذا عمو عماد بشوفك ايش حابه تقولي له؟ يلا احكي كانه شايفك عمو. يلا كيف حالك؟ كيف حالك يا عمو عماد؟ ان شاء الله تطلع بالسلامه. اشتقت لك كتير يا عم عماد. واحنا بنحكي شرق البريج. طيب الان ساختم هذا اللقاء مع عائلة الأسير عماد السراج بسؤال لك أخ خالد. الحكم الذي اصدرته اسرائيل عليه يعني انه سيبقى مدى الحياة خلف السجون، باعتقادك هل فعلا انتهت اخر فرصة ممكن ان ترى فيها شقيقك عماد بوجهة نظرك؟ والله انت عدتيني في الذاكرة لتاريخ حكم اخي عماد. صحيح اذا كان اخواتي يعني اللي للاسف الشديد موجودين في مصر وفي رام الله، اخوتي اللي بيتذكروا في هذا اليوم لما بلغنا بحكم عماد الصحيح، لما بلغنا بحكم عماد الصحيح كنا ضحكنا ضحكه غريبه، فرطنا من الضحك لانه حكم نستهزئ به. اليهود بيفكروا انه الاحكام العالية تحبط من معنوياتنا او تكسرنا، بالعكس هذه بتزيدنا صلابة، لانه نتأكد تماما كلما طال امد الحكم كلما تسرع في ايش الافراج عنه، فكانت حتى ضحكاتنا غريبة، ضحكنا واستهزأنا بالحكم لانه اخي عماد نعلم جيدا انه ما يعني قديش اوجع بالاحتلال وقديش اوجع فيهم ومن عملياته ومن اكيد طبعا اكيد كما يقيني بالله عز وجل يقيني انه اخي عماد ان شاء الله اجلا ام عاجلا اليوم او بكره او كمان سنه كما تعلمنا من السابق من الصفقات السابقه، طالما هنا توجد مقاومة، طالما توجد مقاومة هناك إخراج لأشبابنا وشبابنا من داخل السجون الإسرائيلية.
أنا بوجه اللي يدعوا أنهم الصليب الأحمر يدعوا مؤسسات حقوق الإنسان، يا أخي والله الواحد صار يخجل يحكي، بدناش نقول اعتبرونا حيوانات واعطونا الحقوق، نحن بشر مثلكم نعاني كما تعانون ونتألم كما تتألمون، ولكن نختلف عنكم بإصرارنا وصمودنا على هذه الأرض، وهنا نضع حجر أساس مشروع العودة بإذن الله تعالى. بالنسبة أنا بشكل يومي أنا وعيلتي أبنائي أطفالي أحفادي بجيبهم بورجيهم هنا على الحدود، بورجيهم أعدائنا وأرضنا وأعلمهم من طفولتهم، أزرع بهم كيف يعني يبقون على الوعد كما وعدنا آبائنا وأجدادنا بالاستمرار إلى تحرير هذه الأرض بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر خالد السراج. بدها تحكي البنت؟ طب معلش فدي يلا حبيبي. بنت صغيرة فلسطينية لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النية ولا عم بأذي حد، أنا بعرف أرضي أهلي محلاهم حوالي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبة والحنية، أشكى المجرم على بلدتنا أخذوا بي وقتلوا خي، صاروا يقولوا الأرض إنها صدمة شبكت عيني، صدمة شبكت عيني. شكرا جزيلا لكم عائلة الأسير عماد السراج، ونسأل الله له فرجا قريبا، وهذا ضمن يقينكم بأن الحكم ليس حكم إسرائيل مهما أصدرت من أحكام. شكرا جزيلا لكم. وإذا هي قصة من 6500 قصة لأسرى ما زالوا يقبعون خلف القضبان، أكثر من 60 أسيرة ما زالت خلف قضبان السجون الإسرائيلية، يواجهن أحكاما وحبسا خارج المعايير الدولية، هنا منع الزيارة وعدم علاج للأسير الذي يعاني من عدة أمراض. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، ودمتم في أمان الله.